قايمة كده كابتن عمرو الجندي، محمد مصطفى، مودي، أليكس يانج، سيف سمير، إبراهيم الجمال، مودي الجرحي بالرقم، طبعا رقم الفانيلا موجود والمركز بتاعه. هنكمل محمود وليد، معتز حسني، طبعا الوافد الجديد معتز حسني، ومحمد أبو النصر، وعبد الله ناصر، وعمرو زهران، وحاتم بحيري. يمكن كابتن خالد لسه قايلهم دلوقتي. طب كابتن خالد، عند حضرتك فكره مين مصابين النهارده؟ خمس مصابين مين؟ هو في ايهاب امين مصاب، رجع للمنتخب مصاب، رجع المنتخب مصاب، عنده كسر في الانف، وعندك عمر طارق مصاب، احمد حمدي سمعت برضه، احمد حمدي بالظبط بالظبط، وفي ابو عبد الفضيل برضه لسه مصاب بالظبط. ومين تاني؟ خمسه مصابين، خمسه في حد خالد، ايهاب وعبد الفضيل، ايهاب وعبد الفضيل واحمد حمدي وعمر طارق السلعاوي، والسلعاوي طبعا خمسه، هم خمسه مصابين، خمس مصابين. يعني قصدي اقول لك انه برضه خمسه من قائمه 15 يبقى 10، وهياخد اثنين وهياخد اثنين، خمسه الخمسه لعيبه مهمين. بس هرجع برضه لنفسي كلامي يا كابتن هيثم، انا مش مهم انا ناقص مين ولا زايد مين، ما انا ممكن ابقى قايمه كامله واخسر. الموضوع مش ناقص عددي ولا اصابات، الموضوع تحضير للجيم واحترام الفرقه اللي بلعبها. صحيح. وهي زي ما انت بتقول احنا في الملعب، وزي ما بتقول راجل لراجل ودفاع. طب يا كابتن، يعني انا برضو عايز اتكلم مع حضراتكم في حاجه، يمكن ابتدي معاك يا كابتن. ساعات بيبقى الملعب ملعبك بتلعب عليه بيبقى عبء عليك انت، يعني شوف يعني كابتن اسلام قال كلمه حلوه جدا، قال لك مش ما ينفعش اخسر في ملعبي والكلام ده كله. لو اللعيبه خبراتها قليله بيبقى الموضوع ده عبء نفسي رهيب. طبعا شايف ده ازاي كابتن؟ طبعا، لان انت بتلعب على ملعبك، فانت بالديفولت كده انت حاسس ان انت عليك ضغط، لان انت على ملعبك ما ينفعش تخسر. حته ان انت على ملعبك ما ينفعش تخسر دي اصلا دي بتعمل دي يعني عبء نفسي على اللعيبه وعلى طب الجهاز الفني. طب نتحرر ازاي من ضغط النفس ده كابتن؟ ان انا افوكس في الملعب، ان انا اركز في الملعب بالظبط. دي تيجي بخبره ملعب والتكرار، ان انا ابقى مركز في الملعب، مركز في الجيم، وعارف انا هعمل ايه، عارف انا هعمل ايه وايه الاستراتيجي اللي انا هلعب بيها، والفوكس التركيز هو اللي بيخليك ان انت خلاص بتنسى كل بقى الضغوط وكل حاجه. بتبقى مركز في الجيم، بتبقى مركز، انت عارف مذاكر الفرق اللي قدامك كويس، عارف انت هتعمل ايه. ده طبعا بيخليك، ومجرد ما بتخش طبعا بقى الجيم بيبدا واللعيبه بتخش جوه الملعب، خلاص المفروض ان هي تنسى حكايه الضغط النفسي والكلام ده كله، خلاص انت جوه الملعب فانسى بقى كل اللي بره. طب يا كابتن برده حته بقى فنيه، ساعات بيبقى برده الضغط النفسي ده بيقص. انت كنت لعيب شويت، كابتن اسلام برده كان لعيب شويت، انتوا الاثنين ما شاء الله يعني ايه، احنا دي بره التاتا بونت، كان شبي بصيلي كان بيشتغل بيشوطه، هو احنا دي بره التاتا بونت، هو كان بلاي ميكر وكان شبي بصيلي، لا بس هنا برده ايه، لا هنا هيبصيلك بقى خلاص، هو خلاص احنا هو بس هي الفكره.